حتنازل عنك أبد، مش حتنازل عنك أبد، مش حتنازل عنك أبد، مش حتنازل عنك أبدا، مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون. انت بغيت تكون الراب نخلي وراك وشوف قدام، انت راك اليوم الراب وديما الراب وهاك سلام، بحال هكا غتكون محكا غتولي وينك ما تكونش داون، بحال هكا غتكون مبدل انسان جنتلما طير ناو. اسمع لي دابا غير بيني وبينك يالله نفتحو بيبان، بيبان السعد بيبان الرب بيبان الفن يا فنان، بابلر سميرة الموجة كبيرة ميدن مروك باون، هدي ليك تايا وقال الدايا ماي فرسالة ضيئة. تاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة فيس. دايما الواحد يقيس سعادة له أشياء، هذه الفنان دايما سعادته في المسرح، واليوم بالنسبه لي يوم اخر سعيد. مغربي عايش في برشلون في اسبانيا، وجيت لحضر سميره سعيد لانه نحبها برشا، نحبها بزاف، وحنا مجموعه كبيره من الفانز اللي جاوا من المغرب، وان شاء الله ناويين وسعداء ان احنا في قرطاج، لانه معروف انه سميره كتحب قرطاج بزاف، وان شاء الله تكون حفله حلوه برشا كيف تقولوا بالتونسي. تلقت في السهرة بأغنية يوم ورا يوم، كيف ختمت بها؟ هل هذه لحظة وفاء خنقولوا لشبابي؟ هي أغنية، أولا أنا بالنسبة لي أغنية كانت من السي دي كله يوم ورا يوم، أنا أعتقد أنه من السيديهات المؤثرة في حياتي، يعني هو السي دي على البال وألقاني بعيد يومين ومش حتنزل عنك، بالنسبة لي محطات مهمة في حياتي، والسي دي بالذات يوم ورا يوم عشان كان فيه مجموعة من يمكن أكثر من 14 أغنية، وال 14 أغنية أنا بعتز بيهم جدا، يعني غنوة دي بالذات أنا بالنسبة لي كانت أغنية مختلفة، ودوات عملته مع شاب مامي، وشاب مامي أنا من الأصوات اللي أنا بحبها، وان شاء الله كده قلبي معاه طبعا، وان شاء الله ربنا يخرجه بالسلامة. انا نحب نسمع القديم نتاع سميره بن سعيد، الكل ألقاني بعد يومين اسمر ملك، الكل القدم يعجبوني على البال غنيتها، شفتوا القدم الكل خير مش دول. جيت في العدي وقيت وكها تحبها كم سميره؟ والله كانت تعجبني في الاول بالكل، علول ما طلعت حلوه ياسر وتعجبني، وبعد ما نكذبش عليك ما عادش نتبع فيها برشا، اما الليله قلت بون واحد يمشي يشوفها كيفاش وليت بعد 20 سنه. مش حتنازل عنك ابدا، موت عليها. اخي ما تغنيش الليله شنو يجرى؟ ليه عم خاسيف تغنيها؟ بما ان احنا كنعشقوا سميره كنبغيوها بالمغربي، كنبغيوها بالمصري، كنبغيوها قديم جديد، كنبغيو لها كل شيء. سميره مستعده اعتقد لده، لان سمعت بعض البروفات هي مستعده لده، يعني في الجاني بعد يومين، وفي حاجات هيغنيها طبعا هتعجب كل الاجيال، يعني الشباب والكبار وكله يعني. اللي سمع سميرة في غناها القديم ما عادش يعجبو، ما يعجبوش برشا جديدة، خاطر ديما في مخك الأغاني الرومانسية القديمة، الإيقاع والريتم القديم نتصور خير من جديد. قديمك نديمك،
حتى لو تعبك لكن قديمك انت تحب القديم. سميرة يمكن من النوع اللي بيواكب العصر وعندها حق، لانه دلوقتي على رأيها ان هي الموسيقى العربية يجب ان تنتقل الى شيئا فشيئا الى الموسيقى العالمية، لكن الجمهور التونسي حاجة مخصوصة جدا في العالم العربي. أنا بقول أنه قدام الجمهور التونسي الواحد يكرم المرأة أو يهان. اللي لاحظناه أنه الجمهور التونسي يطالب سميرة سعيد بالأغاني القديمة أكثر حتى من الأغاني الجديدة، علاش حسب رأيك؟ لأنها في الودن أكثر، يعني هي مسموعة أكثر. الأغاني الجديدة مش مسموعة، لأنه أنا الفترة اللي فاتت الحقيقة أن أنا ما كنتش بغني لايف كتير، يعني انا عملت في اللايف يعني يعني مش اكتر من في الخمس ست سنين الاخيره يمكن عملت يمكن 7-8 حفلات على مستوى الوطن العربي كله يعني. فكنت مقصره في الحفلات، فالناس اللي في ذاكرتهم اكتر الاغاني اللي انا غنيتها فترات طويله من حياتي يعني. ف الى جانب ان هي يعني الاغاني الاخيره فيها سرعه اكتر، فيها موضه اكتر، فيها تكنيك اكتر في الغناء، فيمكن بالنسبه للجمهور يعني مرتبط بالاغاني البسيطه اكتر من الاغاني اللي فيها موضه وفيها شكل مختلف يعني. مش اسمع جديد اليوم؟ سي ماذا بينا نسمع جديد، يزينا من القديم. قال لي انه مش مرتاح من غيري والدنيا بعدي خلاص فديت عليه، راح اشوف حياته مع حد غيري ايه جابه تاني وهو انا دخلي. استضافات اليوم اللي صارت في سهرة سميرة سعيد شنو سرها؟ والله يعني هي الأستاذ صلاح شرنوبي، أنا راجل بعتز بيه جدا، والمهرجان حب يكرموه والحمد لله إنه كرموه في حفلتي يعني. دعوة من عندكم طبعا من إدارة المهرجان، وأنا طبعا سعادتي بالغة جدا. عملت لها أغنية اسمها يا ملك قلبي بالمعروف ونجحت معاها كتير، فهي ابتدت الأيام دي طلبتني ان انا اعمل لها اغاني فيها طرب وكده، وبعدين قالت يا ريت تيجي معايا تونس في مهرجان قرطاج، ففرحت جدا لاني هكون معاها في الحفله يعني. مش قدم حاجه على المسرح كيما قدمت قبل ولا؟ والله يا احتمال تكون في مفاجاه كده، ما اعرفش. الفنانه الجميله سميره المفروض في حاجه كده هتحصل، ما اعرفش، ربنا يسهل. انا جاي اتفرج بس، لو هي احتمال تعمل حاجه كده استدعاء بسيط ان نغني حاجه سوا احتمال. اللي هي اغنيه شنو؟ نحرقها ولا بلاش؟ احرقها. وفي اغنيه من البوم على البال اسمها ميل علي الهوى، اسمها ساعة عصاري، ميل علي الهوى ساعة عصاري، ليل علي المسا ولا قلبي داري ايه اللي جرالي انا معرفش. We need to work for the Lord.
باش نلقاو أغنية مغربية تضرب كما الأغاني القديمة حتى جديدة تاع سميرة سعيد. عملت بي وينر، أعتقد أن هي ابتدت تبقى كويسة وهي أغنية مغربية، وإن شاء الله أنا في صدد العمل مجموعة من الأغاني المغربية إن شاء الله كده تحقق نفس النجاح اللي أنا عملته قبل كده. Sweet.